مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وآخر الأحداث الرياضية في برنامجكم اليومي الدورية. سنة هلالية كاملة مرت لم تستطع الخسارة أن تنال شيئا منه، وكأن الهزيمة والتعثر تنتظر متخصصها ومن يجيد الرقص على أوتارها. العويشير يعيد مواقفه مع الهلال ويستبسل هذه المرة بشعار الوحدة، وفرسان مكة يعيدون للهلاليين قصة لقب كان في اليد وأضحى بدءا بالوحدة في يد الغريب. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة وليسعد بوجودهم معي في حلقة اليوم. أبدأ بالنجم والناقد والمحلل كابتن حمد الدبيخي، الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ حسن عبد القادر، الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ حسين الشريف، الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ أحمد الفهيد. مساكم الله بخير جماعة، حياكم الله معي اليوم، سعيد بوجودكم معي في الحلقة. قبل البداية سعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاج الديوانية واللي دائما يكون ظاهر معك أسفل الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الحلقة بالأخبار. وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية إلى مسقط لترأس الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، والتي ستشهد تصويت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 يوم الأربعاء المقبل. تسلم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملف المملكة العربية السعودية لتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027 من وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي قام بتسليم الملف خلال اللقاء الذي عقد بمملكة البحرين. أقام الاتحاد البحريني أمسية تاريخية أخوية جمعت الأشقاء في البلدين الشقيقين عبر استقبال وفد الاتحاد البحريني لكرة القدم لنظيره السعودي، وسط حضور كوكبة من النجوم الدوليين السابقين في منتخبنا الوطني ومنتخب البحرين الشقيق، دعما للملف السعودي لاستضافة آسيا 2027. اختتمت اليوم الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الوحدة على الهلال، يلحق بالهلال الخسارة الأولى هذا الموسم. الشوط الأول المخصص للحر والشاهين فرخ السجار محمد بن برغش المنصوري الذي انتزع المراكز الأربعة الأولى. أسدل الستار على النسخة الأولى من بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات التي ينظمها الاتحاد السعودي للتجديف بتتويج 24 متسابق ومتسابقة بأربعة فئات، والتي أقيمت على مدى يوم كامل في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بمشاركة أكثر من 200 متسابق ومتسابقة. هذه الأخبار اللي موجودة معنا في حلقة اليوم. خل نروح لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واليوم المباراة الوحدة اليوم خارج أرضه يحقق فوز على الهلال المتصدر. نتذكر المباراة وأهداف المباراة بصوت الزميل عبدالله الغامدي. الأسماء البارزة في الوحدة أيضا أنسيلمو مورايس إلى حسين العيسى، تبريرة وحدوية وديمتري مباريات ليست سهلة في الجولات القادمة. لوسيانو فيتو، فيتو كرة مقطوعة، عادت الآن جوميز، الآن يا جوميز، مرتدات الوحدة خطرة، مرتدات الوحدة خطرة. لعيب أنسيلمو، لعيب 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 يعرف مكان ديمتري اللي ممكن يشوت. الكرة وصلت إلى حسين العيسى، طبعا نروح معك ابو محمد حسن عبد القادر. اليوم الهلال قبل شوي كنا نحصي على الهلال من ديسمبر الماضي، اخر خساره كانت الهلال الى اليوم بعد سنه كامله خساره، ولكن اليوم توقيت هذه الخساره بالنسبه للهلال تخدم المنافسين على اللقب. من المنافسين؟ الاهلي، الشباب، ما في حد ينافس الهلال. شلون؟ شوف الكلام، يمكن انا قبل اسبوع معك اخويا ابو خالد تكلمت معك، قلت انه في امور
يعني احيانا الناس ما تنتبه لها في الهلال تحديدا. طيب. لانه الفريق بيحقق الفوز. ايوه. ذكرت انه من ضمن الامور اللي الجمهور ما بينتبه لها او ما بيتكلم عنها لانه الفريق بيفوز اللي هي المبالغه في التدوير اللي بيسويه رزفان في الهلال. يعني مثلا اليوم ياسر الشهراني، جوفنكو، فيتو، عبد الله عطيف، اسماء كبيره يعني ومؤثر. عبد الله عطيف راجع من الاصابه، يعني اقول بتكلم عن فيتو، عن جوفنكو، عن عن ياسر الشهراني، كويلار، اسماء كبيره. طيب قاعد على الدكه افترض انها تكون جاهزه يعني، لكن هو يبالغ في التدوير زي اليوم الناس يتكلم عنها ليه ما لاعب، لكن لما يفوز الفريق ما حد يتكلم عنها. كنت بقول لك والله إيه. ما حد يتكلم عنها لأن الفريق لأنك انت في الحلقه الماضيه اللي كان فيها الهلال ما لعب او كان عنده هذه الاسماء خارج جت تدخل امتدحت انت المدرب نشوف الاسماء اللي وانا بقول لك امتدحت. شوف خساره مباراه لا تعني انك خسرت بطوله. يعني اللي ممكن ياثر على الهلال اليوم ممكن انه في البطوله انه بس بيفوز بالدوري بنقاط اقل من مثلا مما يعني من اللي كان حاسبه هو. أيوة. مثلا بيحقق الدوري مثلا نقول ب 70 نقطه. لا بيحققه مثلا ب 67. أيه. هو الدوري الهلالي هلالي يعني ما فيها جدال. أيه. لانه انا بتكلم عن منافسين وعلى فكره اتوقع انه الهلال يحسم الدوري في الجوله 24 25 قبله بخمس جولات يكون حسم موضوع الدوري. ليه؟ لأن يعني الكلام ده مش يعني انا سمعت ردود الناس وجاتني انه بعد الحديث اللي قلته انه اللي قلت اللي ينافس الهلال دكته كانوا يقولوا تخدير، والتخدير ده ما له علاقه بكره القدم يعني مش انا ماني فني تخدير عشان انا بناقد بقول رايي في الاخير في الموضوع. الهلال ما حد ينافسه الا دكته فعلا. يعني لو اليوم رزفان تعامل مع المباراه باحترام كبير للوحده، تعامل مع الوحده انه فريق ممكن يحقق نتيجه مش على مركزه، مركزه الرابع عشر 14 ولعب ياسر الشهراني ولعب فيتو ولعب جيفونكو ولعب بالاسماء دي، انا ممكن الشوط الاول تنتهي يحسم نتيجه المباراه من الشوط الاول. ايه؟ منطقيا وكل شيء وحسب فنيا وقدرات وامكانيات كل شيء كان لصالح الهلال. بس انت شايف الفرق الثانيه اليوم هيخدمها هذا هذه الخساره للهلال؟ انا اقول لك الاهلي امس في مباراه كلاسيكو كبير مع النصر وبغياب عنصر مهم مثل سوما ويكسب المباراه. ليش انت مستبعد الاهلي؟ الشباب اللي في مستوى فني متصاعد قادم في البطوله ترى انه ما راح الشباب. اديني انا اديك الاهلي والشباب. طيب من فين مستوى فني متصاعد؟ الشباب قاعد متذبذب من النتائج، خسر من القادسيه، نتائج ترتيب الدوري. انا كيف اقنعك اصلا لازم الدوري، خلي نظرتك الفنيه. لا اسمع، الدوري اصلا لازم يكون في فريق صاحب مركز ثاني حتى لو الهلال فارق ب 40 نقطه، طبيعي في فريق حيكون صاحب مركز ثاني. لكن صاحب المركز الثاني في الدوري كم الفرق نقطيا؟ كم الفرق بينه وبين؟ طيب هذا الدوري ما هو الفرق 40 نقطه اللي انت تقول؟ انت ذكرت مثل مو صحيح. فارق امكانيات، الامكانيات الهلال فارق عن كل الانديه السعوديه. شوف انا وجهه نظر، انا اعتقد انه صاحب المركز الثاني في الدوري قد يكون اقرب لصاحب المركز العاشر من صاحب المركز الاول. صاحب المركز العاشر اقرب. أيوة. من قد يكون صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي اقرب نقطيا لصاحب المركز العاشر عن صاحب المركز الاول. أيوة. يعني صاحب المركز الاول حيفرق مثلا ب 10 ب 12 نقطه وبين الثاني وبين هذا العاشر. الان 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 تتكلم نهايه الموسم. نهايه الموسم، نهايه الموسم. طب الموسم الماضي كم كان الفارق؟ طبعا الهلال اخذ حسم البطوله، النصر كان الثاني، الفارق اظن كان على الاهلي 16 نقطه 17 نقطه المركز الثالث. لا لا لا، بين الاول والثاني 6 نقاط. 6 نقاط الموسم اللي قبله 9 كانت 9 نقاط صح؟ النصر كم كان الفرق؟ كم كان الفرق؟ حقق النصر الموسم اي ما في مشكله. كم كان الفرق؟ تعطيني الفرق بين الاول والثاني بس انا عشان ارجع معك عشان احاول ابني ابغى اعرف كيف بنيت هذا الموضوع. لو النصر، لو اسمع، لو النصر كان الفرق نقطه. ايوه لو النصر قبل العام كان الفرق نقطه، العام 9 نقاط. فبالتالي اذا تبي انت تبني راي على بناء على اللي حصل ما راح يقول حد كلامك انه بين الثاني والعاشر. انت تتكلم عن مين؟ تتكلم عن النصر. شوف الوحيد اللي كان ممكن ينافس الهلال في الدوري الان هو النصر. اتكلم عن امكانيات وعن جوده لاعبين في ارض الملعب. طيب. اتكلم عن النصر، لكن لا الاهلي في كامل عافيته. الاهلي فريق يعني رغم فوزه امس واستحق الفوز امس وقدم مباراه، لكن مو الفريق اللي ممكن انه فريق ما اسس انه فريق بطوله. طيب. مش فريق بطوله الاهلي الان حاليا. حتى الشباب بلسان رئيسه الاستاذ خالد البلطان قال احنا ما احنا فريق بطوله السنه دي، احنا نبحث عن بطوله قد يكون الموسم القادم او اللي بعده. يعني وين قال الاستاذ خالد البلطان؟ تتحدث حديث صحفي تحدث فيه بدايه الموسم، كان الزملاء يشوفونه في الاعداد. طيب. تحدث قال السنه دي ما نبحث عن بطوله، اذا ما في منافس الهلال. انا قلت لك اللي هيختلف مع الهلال السنه دي انه بس انه يكون بدل ما يجيب 70 نقطه هيجيب 67. أيه. لكن الدوري حسم الهلال. طيب حمد تعليقك على الخساره بالنسبه اليوم للهلال، فوز الوحده اليوم، الوحده على المستوى الفني من الشوط الاول صحيح قدم اداء فني رائع. اولا احنا نقول مبروك للي فازوا في الجوله هذه، واعتقد ان لا نبخس حق فريق الوحده انه يفوز على الفريق الافضل في الدوري المتصدر. معناه انه لعب
تركيز عالي جدا واستقل نقاط ضعف الهلال وسجل، وهذه حاجة تحسب للجهاز الفني في الوحدة ولاعبينه وإصرارهم على أنهم يفوزون على الهلال في الرياض. يعني مش فوز طبيعي، أنا أعتقد هذا فوز بعدة أهداف. صحيح الترتيب بين الفرق اللي هو الهلال والوحدة بعيد، لكن ما في فريق ما يخسر، وممكن في محفزات أخرى بالنسبة للوحدة، يعني مباراة بالنسبة لما تلعب مع الهلال تكون في محفزات ذاتية من اللاعبين مختلفة عن مباريات أخرى، وممكن تعدل حتى المسار الفني على مباريات. إحنا نتذكر العام لما فاز على الأهلي الوحدة قفز مشى، اللي في السنة هذه يعني فاز على فريق كبير، أكيد بتحقق له أشياء كثيرة، بتعيد ترتيب الفريق بشكل أفضل. طيب. بالنسبة للهلال يعني المعطيات أنا قلت الأسبوع الماضي إلى الجولة الماضية هو في كفة والفرق في كفة، وما زلت أقول يعني أن الهلال سيكون يعني صاحب الحظوظ الكبرى في الدوري، لكن لا أجزم مثل الأخ زميلي حسن أنه يكون لا يوجد منافس. لأن ليش؟ لأن هنا بنناقض نفسنا أمام الرأي العام. أولاً إحنا نؤكد دائماً ونشيد. طب أنت تقول برضو هلال. لحظة بس خلنا أكمل لك الفكرة. نفس لا يبقى أقول لك الفكرة. الفكرة العامة اللي الآن لازم تكون موجودة إن الدوري السعودي قوي جداً مالياً بوجود السبعة لاعبين. صحيح. وإن السبعة لاعبين قادرين على إيش؟ تغيير الشكل العام للدوري. ممتاز. وحصلنا قفزة نوعية في الدوري من هذا من هذه الفكرة، صح ولا لا؟ فبالتالي إذا ما يوجد منافس للبطل قريب منه، فبالتالي أنت يعني كأنك تقول أن السبعة اللاعبين الموجودين في الفرق غير مؤثرين حتى مع وجود لاعبين محليين لوجود منافس للهلال. وهذا أخذ على كلامك في البداية، قلت من صالح الدوري. وصالح الدوري هذا صحيح أنه يكون في منافس، ومن صالح الهلال أنه يكون له منافس، لأن لو تصور أنت ما يكون لك منافس مثل اللاعب اللي ضامن خانته، إذا هو ضامن الدوري راح يأثر عليه طبعا في المباريات القادمة، كان انخفاض للمستوى ممكن يفوز. صحيح. بس لاحظ في البطولة الأهم للآسيوية راح يكون فريق متراخي، لا أمامه قوة، لا مباريات تعدة، اللاعب اللي عنده متهاون، لأنه في كل الأحوال الفرق اللي هو يلعب معها مش قادرة على أنها تمثل منافسة له. لكن أنا أشوف من طلاق مباراة اليوم ممكن أيضا تعطي محفز للفرق الأخرى أنها تعيق الهلال، يعني أنا ما أقول لك أنها تحقق الدوري، لكن تعيق وتعطي مساحة للفرق اللي حنا نراهن عليها اللي أنت ذكرتها، الشباب الأهلي في ظل يعني في ظل ابتعاد النصر، أن نقول للشباب والأهلي على الأقل كونوا منافسين والكرة ما زالت ملعبهم أصلا، يعني حنا في الجولة السابعة يعني باقي الثامنة باقي يعني حنا 30 جولة 30. يعني لسه متسع 22 جولة متسع من الوقت إن ترتب أوراقها الشباب. بس السبعة الأجانب قدمت هذه الخدمة الفنية اليوم، قدمتها للدوري بشكل عام. اي بشكل عام اليوم. طيب انت لانك انت في انت مره حلقه ماضيه كنت تقول لا انه السبعه الاجانب لو في فرق فني ما يكون الاول والثاني فارقين عن الثالث والرابع، صح ولا لا؟ ما كان هذا رايك ولا غيرته؟ انا اكلمك على المجموعه. شو على المجموعه؟ على المجموعه. انا ما قلت لك، انا قلت لك السنه، تتكلم على السنه هذه. لا لا انت الحين تقول انه السبعه الاجانب قدموا خدمه فنيه للدوري وبالتالي اصبحت متقاربه فنيا. صحيح. هذه النقطة لما أثرناها أنت حمد اعترضت عليها. لا أنا ما اعترضت، أنا قلت لك لا 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 قلت لك وزع الفرق. لحظة لا 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 استدليت على نقطتك، بس أقول لك استدليت على نقطتك بأنه ليش الأول والثاني فارقين عن الثالث والرابع نقطيا، وكانت المنافسة أكبر. أتكلم عن الموسم الماضي. أيوة ممتاز. كانت أكبر على المنافسة على الهبوط. أيوة أنا كلمتك في الموسم الماضي بسبب أن هناك عدم استقرار وتغيير مدربين ومراكز بين مثلا الهلال، عفوا الأهلي. يعني الأهلي على ظروف اللي حصلت العام الماضي في النقاط اللي كان فيها. أيوة. طبيعي، أنا ما أكلمك عن الغير طبيعي. أيوة. يعني مثلا لو نقسم الفرق 16 إلى ثلاث مجموعات زي ما يقسمهم في الكاسة أو أربع مجموعات، يلا قسمها، فبالتالي قيمهم وفق هذه الرؤية. لا نقصد لك إذا قسمنا قسمهم وفق الرؤية، يعني ما يصير اليوم أنا أقول لنادي العين ليش ما تصير في المركز الثاني.
ما يصير، ما مش منطقيا طرح. لكن اليوم اقول للشباب او الاهلي منطقيا انكم تكونوا في المركز. طب كيف اقسمهم انت لو بتقسم اليوم الـ 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 انا اقسمهم وفق يعني وفق الترتيب، يعني وفق حتى هم كادارات تقول لك انا هدفي اليوم البقاء، في هدف المنافسه، في هدف الاسيوي، فهمت قصدي؟ حتى يعني توزيع منطقي. حاط الهلال في كفه والفرق كلها حاطه. انا قلت لك الجوله الماضيه وما زلت الى الجوله هذه لا زال الهلال في كفه والبقيه في كفه، هذا اللي واضح امامي. طيب. يعني رغم خسارته اليوم. طيب احمد الفهيد، في مره ماضيه انت تحدثت كثيرا على مساله الحديث عن الهلال بهذه الطريقه، وانه الفريق الافضل والاعلى كعب، انه قد يؤثر في الايام القادمه على الهلال. اليوم الهلال تاثر، او تشعر ان الهلال اليوم تاثر بهذا الحديث على المستوى الاعلامي عنا بانه الفريق الافضل والقادر على كسب كل المباريات؟ الاكيد انه الهلال اليوم فرط في يعني في فوز كان المفروض انه يكون في متناول يده. طبعا ليس تقليلا من الوحده، يعني لم يكن على قدر المباراه، بالعكس لعب بتركيز ذهني وبدني عالي واستحق الفوز. بس اللي اقصد انه لما تجي تحسبها كمعطيات الفريقين قبل بدايه المباراه، بتاكيد انه الهلال افضل، يعني والهلال اقرب للفوز والترشيحات تنصب له بنسبه 100%. طيب متى نقول انه الهلال اصيب بال ما ابغى اسميها الغرور، بس الثقه الزائده؟ الفوز لما يكون يلعب بالتشكيل الاساسي، التشكيل القوي، ويخسر. هنا نقول والله في مشكله داخل الملعب، داخل اللاعب نفسه. لكن الهلال ما لعب بتشكيل مثالي. يعني أنا أستغرب حقيقة من المدربين اللي يسوون تدوير الكثير، ومن ضمنهم رزفان. إذا أنت بتريح لاعبينك وفي مباراة سهلة زي هذه أنت تنظر لها سهلة، أنت ألعب بقوتك في بداية المباراة، أحسم نتيجة ثم ريح اللي تبغاه تريح. خلنا نفترض أنه أنت لعبت وفق يعني رؤية معينة تدريبية، أنت تسجل فيك هدف في الدقيقة الخامسة أو السادسة، وانت شايف فريقك عاجز، وتأخرت حتى الدقيقة 60 أو 65 فيها البحر يعني. بالتالي أنت يا رزفان اليوم تتحمل مسؤولية ما حدث لفريقك نتيجة الدخول بتشكيل خاطئ، نتيجة التأخر في إصلاح ما أفسدت تشكيلة الخاطئة. احترام كبير للنجم المهاجم الهداف عمر خربين، الأفضل لاعب في آسيا قبل سنتين، يعني إشراكه غير مبرر حقيقة، احترمه ونقدره، لكنه هو يجب أن يعرف عمر خربين أنه هناك مشكلة فيه، وأن اللي يقدمه لا يليق به كلاعب، ولا يليق به كرجل يحمل لقب أفضل لاعب في آسيا، ولا يليق به كلاعب يلعب في الهلال، ولا يليق به كلاعب أيضا يريد أن يسوق نفسه لو 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 يعني أراد الهلال أن يتخلص منه أو تخلص من عقده. يعني أنت تلومه اليوم؟ طبعا ألومه. ولا تلومه اللي أنت قبل شوية تنتقده على مسألة الإشراك؟ لا لا، يعني تلوم المدرب ولا تلوم المدرب؟ بس الآن المدرب لما يلعب بلاعبين معينين، خل نجي عاد نناقش اللاعبين. اللاعبين يعني عمر خربين لعب مباراة اليوم ومباراة الرائد وحتى يمكن المباراة اللي قبلها، عمر خربين يعني ما نقول انه والله حصل هبوط في المستوى، احنا نتكلم عن شخص اخر، عن لاعب ثاني، اللاعب لا يمتلك حتى الاساسيات لعب الكرة اللي هي الاستلام والتسليم والتمركز. افضل لاعب في اسيا. طيب افضل لاعب في اسيا وهداف الهلال، ما هو هذا الكلام. اليوم انت عمر خربين لازم ترجع 20 خطوة لورا تشوف في مشكلة عندك. هل المشكلة ذهنية؟ هل المشكلة نفسية؟ هل المشكلة بدنية؟ هل الهلال ما عاد يصلح لك؟ هل الهلال ما يبغاك وانت مصر عليه؟ اللي قاعد يصير حقيقة هو تدمير لك يا عمر خربين، تدمير لسمعتك كأفضل لاعب آسيوي، كنجم وهداف، تدمير مستقبلك حتى. يعني اليوم أنا لو في فريق آخر وبستقطب عمر خربين، لا يمكن استقطبه بهذا الشكل. لا يمكن يعني. لأنه عمر خربين أصبح عبء على الفريق. الغريب انه المدرب، واعتقد انها مساله داخله في تسويق اللاعب، يعني لا يمكن تكون فنيه، يحاول تسويق اللاعب باشراكه انه يكون موجود، انه عشان ينباع في الشتويه. اها، المفروض تكون في موجود في الملعب، تقدم نفسك بشكل طيب عشان تروح في الشتويه. فاللي حصل هو ما قاعد يقدم نفسه، يعني ما يقدم نفسه، ما هو قادر يقدم نفسه ولا يخدم نفسه. يعني انا اليوم لو ابغى افكر في عمر خربين كواحد، انا كرئيس نادي برا الهلال يعني، نعم، واحد من فرق السعوديه وحتى خارج السعوديه، نعم، في دول الخليج يعني، ايوه، وافكر في عمر خربين كحل كمهاجم هداف، مو افكر الف مره، ما حفكر اصلا، لانه يتحول الى عبء بصراحه. قميز يعني اليوم مع انه سجل هدف،
لانه الحركه ثقيله، الحركه بطيئه، الاوفسايد يعني طبق عليك بشكل يعني مزعج صراحه. ما هو مره مره بس ممكن بس فضل. بالنسبه للخربين انت يعني حملت اللاعب جزء كبير ونسيت ان اداره الهلال حملته بالخساره هنا في بدايه الموسم لا على انخفاض مستواه إيه؟ كان لهم تصريح ان احنا نفكر في الشتويه ان نتخلص من خربين. هذا قصدي انا، انا يعني 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 برضو هذا كلامي يا كابتن، برضو هذا كلامي انا. اليوم الهلال زين، انا اقول المدرب الهلال قاعد يلعب خربين حسب اعتقادي طبعا عشان هو يسوق له انه ترى اللاعب كويس وقاعد يعطي. انت يا عمر خربين ما انت قادر تخلي نفسك عشان تخرج من الهلال؟ لا ما فهمت قصدي. اول شيء انا ما اتفق معاك ان الهلال جاب نفسي الهلال يسوق، لان الهلال يبغى يحقق، اللي يسوق ممكن الفرق الثانيه اللي يعني الهلال مو بحاجه فلوس إيه؟ اولا عشان يسوق معليش بس انا ما اتفق معك ان اللاعب دمر نفسه. اللي يدمر اللاعب ربما انت جبته لاعب حطيته بديل أيوة. هذا واحد ايوه انك انت احبطته. ثانيا تصريحك بدايه الموسم حتى ممكن عبد الرحمن سمع كان معي في قلت تصريح قريب يا اخي ما تصير هذا واحد من ادواتك أيوة. تصرح اني انا بتخلص منه في الشتويه. طيب بس بقفل الجزئيه بس يا احمد. اليوم حسين. اليوم لو تسال جمهور الهلال او حتى القريبين من الشاهلي، من لو انت في خيار بين صالح الشهري وعمر خربين من تختار؟ ما ابغى اتزن بس بقول جزء كبير منهم بيختاروا صالح الشهري. لان فعاليات صالح الشهري اكبر من عمر خربين. ما هذا ليس لا يعني ان عمر خربين لاعب غير جيد، انا اقول عمر خربين بهذه الحاله هو لاعب غير جيد. يعني عمر خربين اللي يجب ان يجد نفسه ما راح يلقاها في الهلال. يعني المشكله عند عمر ما هي عند انا متاكد ان عمر خربين ما راح يلقى نفسه في الهلال ممتاز. ابدا، لان عمر خربين جرب مره ومرتين وموسم وموسمين وثلاثه من بعد اصابته في نهاية اوراوا والعوده وحصوله على افضل لاعب في اسيوي بدات مرحله الهبوط عند عمر خربين. وبالتالي هو في صراع داخلي انه يبغى يستعيد هذا الوهج. انت تعرف لما تكون هداف للدوري جاي وحصل هداف الدوري ثم السنه اللي بعدها ما قدر يجيب الهدفين، بالتاكيد انه محبط لك. انا كنت هداف الدوري ب 25 ولا 30 هدف اي لاعبك تتكلم إيه. ثم الموسم اللي عقبه انا ما جبت الهدفين ثلاثه واعجز. هذا الا ما يشكل عليك ضغط ويسبب لك عبء نفسي يشعرك بعدم فائدتك وعدم قدرتك. أوكي. عمر خربين اليوم لا على مستوى الصناعه، لا على مستوى التمركز، لا على مستوى التسجيل، بل بالعكس انه يتحول احيانا او غالبا الى عبء في وياخذ خانه لاعب انا اعتقد انه اجهز منه. بس اختم مع عثمان. الهلال الان صار يفرق عن صاحب المركز المنافس الاهلي بثلاث نقاط. كان لو فاز اليوم كان بيوسع الفارق الى ست، وعن المركز الثالث ثمان، وعن المركز الرابع تسع، وكان بيريح الهلال كثير. تعامل رزفان اليوم مع المباراة غريب جدا. وما بس مو اول مرة دي. لا اليوم رزفان كل لا اليوم اللي كان يحط عليه فوز إيه؟ كل مباراة زي كذا. لا بس انا اقول ليش اليوم؟ لانه الاهلي الوحدة وهو استحق الفوز بصراحة، فريق محترم حقيقة، لانه الوحدة سجل في بداية المباراة ممتاز. اي وانت على مدى شوط كامل، يعني تكلم على مدى 40 دقيقة، انت تشوف انه منطقة انت توصل الباب بشكل عشوائي، يعني مو بشكل منظم وخطة مبنية، تدور في النص او في وسط الملعب وفي الاخير لا شيء. طيب كان المفروض تغييركم بكر. حسين الشريف، عن المباراه، عن الوحده اللي زي ما قلت حقيقه اليوم يقدم مستوى فني مختلف. اليوم يمكن زي ما قال حمد، هذه المباريات الكبيره لما تظهر فيها بشكل جيد قد تعدل كل العمل. والحديث كان عن الوحده من بدايه الموسم، انه اليوم الوحده ما هو الوحده اللي كان انهى الموسم الماضي. اولا مساء عليكم، مساء الزملاء وعلى المشاهدين وعلى فريق عمل البرنامج. طبعا عطفا، طبعا انا اولا اعتبر مباراه اليوم هي مباراه اللي فعلا ينطبق عليها مقوله مفاجاه الدوري، يعني فوز الوحده اليوم يعتبر مفاجاه عطفا على المعطيات قبل المباراه. مشاهدتي للمباراه حقيقه الوحده نجح في نقطه جدا مهمه، رغم ان هي ساهمت في تحقيق الفوز، وهو التنظيم ومعرفه مصادر قوة الهلال ولعب مدرب الوحدة على إقلاق المنطقة بشكل كامل. يعني احنا يعني ما نقدر نقول الهلال كان سيء لأنه مو قادر يسجل.
الهلال المباراة من الدقيقة العاشرة أو من بعد الدقيقة السابعة والسيطرة والاستحواذ 75% للهلال لجميع لاعبين الوحدة في المنطقة، بالتالي كان تقفيل كامل من لعبة الوحدة يبحثون عن الخروج بنقطة. فهذا الاستراتيجية اللي لعبها لها الوحدة أثرت على الهلال. الهلال لم يكن سيء، التدوير مو عذر حقيقة، مع احترام لرأي الزملاء الهلال دائما يدور لاعبيه وينتصر، يغيب عبد الله عطيف، يغيب الفرج، يغيب ياسر الشهراني والهلال ينتصر. يعني لا نعم. المسألة مي هنا، المسألة ان الهلال العنصر اللي كان يعتمد عليه في تحقيق الفوز او في لعيبة معينين في الهلال يحققون الفوز لهم كان سيئين. يعني كاريلو واحد من ابرز لعيبه الهلال وواحد من افضل المحترفين، اليوم ما كان مستوى جيد في كثير من الكرات والافتكاكات كان سيء فيها. جوميز اتاحت له العديد من الفرص وكان ربما اسوء لاعب في المباراه كان جوميز رغم تسجيل الهدف. خربين، يعني خربين زي ما قال اخوي احمد في مساله ان خربين يلعب ايش؟ يلعب لاعب هداف في الهلال، يعني لما يلعب بخربين يفكر انه يسجل ما يفكر انه يتعاون مع جوميز. يعني صار فيه هناك منافسه على التسجيل، واحد بيثبت وجوده خلال سواء صرف تمت بيعه في الشتويه او اثبات وجوده. خربين لاعب هداف، جوميز لاعب هداف، الغياب اللي تركه جوفينكو خلف جوميز هو اللي افقد الحلول في ظل اغلاق المناطق اللي صارت من قبل الوحده. هذا السبب الرئيسي. تدوير لعيبه الهلال طبيعي جدا، الهلال يفوز بحسن، يقول لك ينافس الهلال بدكة احتياط سواء لعب الاساسي او لعب احتياط منتصر. اذا كيف نقول احنا الهلال كانت ميزه في الهلال، ميزه مع احترامي هو يمكن ياسر الشهراني فرق نوعا ما لجهوده في مساندة الهجمه، لكن الهلال طول المباراه مع الوحده مع احترام نادي الوحده مباراه هلاليه سو طالع في بعض المستويات. جوميز تحديدا بدون خطوره ابو خالد، يعني جوميز لا صنعت في فرص. يعني العويشير انت مقدمتك تتكلم عن واحد من نجوم المباراه، اذا العويشير اكيد واجه كرات. يعني العويشير ما صار نجم الا بتألقه في الضغط على مرمى الوحده، اذا في هناك خطوره في الهلال. لكن في لعيبه في الهلال يعني حقيقه خذلوا الهلال اليوم، كيريلو في الطرف، جوميز وخربين اللي في اللعب تشعر في اللعب زي ما انا اتفق مع احمد تماما، خربين يبغى يبحث عن اثبات وجوده ما يبحث يتعامل مع الزملاء. لكن في الخانه هذه اللي خلف جوميز هي اللي كانت تفك التكتلات اللي يواجه الهلال فيها في اكثر من مناسبه. كان جوفينكو او ادواردو هو اللي يساعد جوميز. اليوم انا شايف جوميز في الكوره بيروح في اتجاه، خربين معاه في نفس الاتجاه، ما كانت في الهلال الشكل الفني هذا. منافسة على التسجيل ضرت بالفريق، وهذا الماخذ وهذا مخلع على المدرب. كان مفترض شوف له حل، يعني واضح من الشوط الاول ان الوحده مقفل ما في لعيبه يجدون حلول خلف جوميز. جوميز وخربين في منطقة واحدة سهل جدا مراقبة الدفاع الوحدة. أي. هذه النقطة لسه مسألة المنافسة على الدوري وفرق الفرق صراحة حقيقة الهلال كلنا حقيقة نقتنع أو نتوقع فوز الهلال بنسبة كبيرة جدا بالدوري للإمكانيات الكبيرة وغياب المنافس الحقيقي. في منافس حقيقي غاب عن الهلال اللي هو النصر، هو منافس حقيقي. ليش نقول منافس حقيقي؟ لأنه عنده أدوات في الملعب يستطيع ينافس فيها. لكن الشباب والأهلي، وأنا استغرب من الزملاء، يعني الاتحاد أيضا الآن في الموسم هذا الاتحاد نفسه بشكل جيد. صحيح. الاتحاد منافس، أنا أشوف الاتحاد أقرب من الأهلي والشباب في المركز الثاني. على المركز الثاني مو على البطولة. البطولة أنا أتوقع بنسبة كبيرة لها. لكن المركز الثاني أتوقع الاتحاد منافس قوي في الموسم هذا على تحقيق المركز الثاني. لكن بشكل عام الهلال اليوم خسارة ما هي متوقعة، لكن لن تغير شيء في الهلال. مسألة التدوير، الهلال دائما يدور لعيبة ودكته تساعد، لو لعب الفريق الرديف الهلال ممكن يفوز على الوحدة. ما حد كان يتوقع الوحدة تلعب بالشكل التكتيك لليوم التقفيل، وخصوصا ان الثلاثي الهجوم الوحدة متغير، يعني مو لا يوسف نكاتي ولا البرازيلي اللي الطرف رقم 9 هنري ولا ايضا اللاعب اللي كان يلعب في كوستافو زوكافو. يعني في تغيير كامل في خط الهجوم الوحده، كان الهدف اخراج بالتعادل. وايضا لا ننسى حقيقه في لعيبه في الوحده مميزين، يعني في ظل هذا التكتيك في انسلومو، في بوتيا في الدفاع، ايضا عويشير، ايضا وليد بخشوين فيه كان مميز كبيرة. لكن هذا لا يلغي ان مساله المنافسه بالنسبه للهلال لا زال الهلال يتمتع بالحظوظ الاكبر في تحقيق الدوري. طيب خلينا نروح انا لزميلنا المميز ناصر الشيبان واللي كان بعد المباراه طبعا التقى بمدربي الفريقين، خلينا نشوف. Nothing special happened. Nothing. Today
لا يوجد أمرا خارجا عن المعهود حصل اليوم باستثناء عدم استطاعتنا لاستغلال الفرص الكثيرة التي سنحت لنا واستغلال فريق الخصم لهجمتين مرتدتين سجل من خلالها هدفين، وأيضا تتابع الفوز في بعض الأحيان ينتج عنه فقدان للرغبة القوية والشراسة في البحث عن النتيجة، وقد تكون متساهلا بعض الشيء، وهذا ما حصل معنا اليوم. وكنا نعتقد بأننا سنحظى بنقاط المباراة وحدث ما حدث، فلذلك بدأنا المباراة بتعامل غير مناسب والذي أفقدنا بعض الشراسة وردات الفعل والذي نتج عنه هدف الوحدة الأول. وبعد الهدف وإلى الدقيقة 35 استمرينا بالاستحواذ على مجريات الشوط وكنا مسيطرين إلى الشوط الثاني وحققنا هدف التقليص، وكلما اقترب الوقت للنهاية شعرت بأن علينا الدفع أكثر للأمام كي نجبر النتيجة بأن تكون لصالحنا، ولكن استقبلنا هدفا من مرتدة وسنحت لنا فرصتين بعد ذلك ولكن لم نوفق. في كرة القدم هناك أوقات إذا استمريت بسلسلة انتصارات سيأتي اليوم الذي ستهزم فيه حتى لو قدمت مستوى جيد، ولكن ظروف المباراة اليوم كاملة لم تكن لصالحنا. مباراة صعبة خارج أرضنا ونقاط ثمينة حصلنا عليها في الرياض، أهنئ اللاعبين والجماهير على هذا الفوز. نحن أتينا باستراتيجية الضغط على محاور فريق الهلال وهدفنا كان عدم إعطائهم مساحة للتفكير، فكانت بداية الضغط على محاور الخصم وفريق الهلال فريق كبير ويمتلك حلول أخرى. عبد القادر، يعني حديث المدربين، خلينا نروح لرزفان. رزفان يقول مع الفوز قد تفقد شهية الفوز في مباراة. اولا انا ما اعتبر تصريح رزفان تصريح غير موفق، يعني انا كنت انا وغيري يعني حابين الهلال والمتابعين ذا انه يعترف انه التدوير كان مبالغ في التدوير وكان من اسباب خسارة نقاط اليوم انه ما لعب بكل قوته زي ما ذكر الزميل ابو بدر. إيه؟ لو بدا بقوته لكنه رمى الخسارة الى امور اخرى، انه الشراسه من اللاعبين، يعني رمى الحمل، رمى الخساره على اللاعبين على لاعبيه، افترض انه كان هو يحميهم في هذا الجانب ويتحمل مسؤوليته كقائد للمجموعه. المدرب يقول لك بس هو ترى كان يحكي عن المجمل، عشان ما كان يحكي عن المباراه، يتكلم عن العمل. لا هو 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 كان بيشخص المباراه. أيه؟ هو تشخيص للمباراه. طيب. يقول لك ان المباراه اليوم اللاعبين فقدوا الشراسه وفقدوا رغبه الفوز لتكرار الفوز. وهذا يعني الامور دي المفروض مدرب ما يقولها. الشراسة انت اللي بتصنع روح الفريق، انت كمدرب الشراسة القتالية انت بتصنعها للاعبين، رغبة الفوز، لما تكون رغبة الفوز وفريق زي الهلال اي مباراة يدخله رغبة الفوز بدليل انه سنة كاملة اول خسارة له بعد سنة كاملة. يعني كنت اتمنى انه يتكلم على الشيء اللي بيتكلم عنه كل هلالي الان، انه ليه تبالغ في التدوير. طب هذا عمل كان يمتدح يا لا عمل. ما يمتدح، لا يمتدح كان الفريق بيفوز انت اكثر من امتدحه في لا انا ذكرته بلساني في معك في الحلقه هنا، قلت لك انه في امور الان في شيء سلبي ما حد بيتكلم عنه اللي هو انه رزفان بيبالغ في التدوير، بس انه عشان فايز الامور ماشيه. لكن بيبالغ من التدوير يعني تخيل اليوم لما يتفقد لاعب يمتلك كل حلول المساعده دفاعيا في الوسط، يعني اللاعب الوحيد اللي يلعب بفكر ثلاثه لاعبين الله يعطيه الصحة والعافية ما شاء الله عليه ياسر الشهراني، يلعب بفكر ثلاثة لاعبين مش لعب فكر لاعب واحد. ياسر الشهراني إذا كان في الخط الدفاع يلعب بفكر المدافع، إذا كان في منتصف في النص يلعب بفكر لاعب الوسط، وإذا كان في الهجوم يلعب بفكر المهاجم.
هذا الظهير اللي يلعب بفكر في كل مركز يكون فيه يلعب بفكر لاعب المركز اللي بتواجد فيه. اليوم فقدوا هلال قاعد على الدكه. تكلم عن لاعب الحلول في المناطق الضيقه جدا. جوفينكو يمكن اللاعب الوحيد اللي يمتلك حلول المناطق الضيقه. يقدر يتصرف بين ثلاثه لاعبين وفي منطقه متر ومتر ونص يتصرف بتمريره او بتسديده او بيكسب فاول. فقدته اليوم في مباراه اليوم مش موجود حتى في الدكه مش موجود. فقدت نعم فقدت لاعب مهم زي فيتو. لاعب بيصنع لك حلول في وسط الملعب. يعني انت الان انت لما تبغى تدور على الاقل في نطاق ضيق جدا لاعب لاعبين يعني مش ثلاثة لعيبه او اربع لعيبه. يسالك حسين يقول التدوير كان في مين من اللعيبه اللي غير فيهم اليوم؟ ايه؟ يا اخي اتكلم عن جيفينكو ما لعب معك. فيتو كان على الدكه. ياسر الشهراني كان على الدكه. فيتو لاعب احتياط في الهلال. كولار على الدكه. العب فين فيتو؟ سالم في اليسار وكريلو في اليمين. لا لعب مع سالم تمام هذه نقطه. جيفينكو مصاب. فيتو لعب. هو المساله في ياسر الشهراني. لا حتى بالنسبه حتى للوسط الهلالي على حكايه كولار اللاعب المحور. كولار محمد كنو وسلمان فرج دائما يلعبون مع بعض ويحقق الهلال فوز. انا اتفق تماما مع تصريح اليوم مدارك. اليوم انا الفريق حسين. الفريق ضاع فرص ابو خالد 75 كفر ابو خالد معلش اسمح لي. شوف الهلال اليوم ما لعب باللاعب المحور الرئيسي سته لاعب سته لا محمد كنو ولا سلمان الفرج لاعب سته مهم لاعبين سته لاعب سته كولار ايه بس يعني المباراه كلها ملعب واحد. انا ما بتكلم عن افتراضات لانه افتراضات يعني دائما اجابتها حتى اجابتها افتراضيه لكن لو في كولار اليوم ممكن الكره المرتده حقت ديمتري لاعب الوحده او الكره الثانيه ممكن لو في لاعب سته اساسي مثلا نتكلم على الهدف الاول لكن هذا كلامك كله بعد النتيجه يعني لا مش بعد النتيجه لان اول شيء انا لما يصير في تدوير ان في بطولتين مش الفريق يشارك فيها ايش بطولتين الفريق الحين يشارك في دوري زي كل الفرق طيب. الفرق ال16 إيه؟ كلهم عندهم تدوير بسبب ان جائحه كورونا او اصابات او سفر اصابات لعبة. معذور اصابات اعذرك انا شوف دقيقه لا خارج على الاراده كل اصابات لكن اقول لك اذا كان لاعب جاهز وحطه على الدكه انت رد على سؤالي لما نقول الفريق بيعمل تدوير إيه؟ ان في اسباب انت تشوف الاسباب موجوده الان لا أجل ليش تقول تدوير ما في يعني ما في اسباب ان نخلي ياسر الشهراني تقول كيار. تدوير انت لما تقول هذا هو واقعهم ان في لعيبه مصابين يا اخي مصابين وفي لعيبه يبغى يشوفهم من المدرب معلش يا ابو عبد الله يا عبد ابو الرحمن الهلال قاعد يصل للمرمى وقاعد يهدر فرص في فرص يعني الفريق ما كان بسبب التدوير يفرق الوحده يلعب معاه في منتصفه الوحده متراجع الى ما بعد النص ما اخذ افضليه المباراه ما يا اخي الفرص للهلال زي ما قال في فرص هدرت في لعيبه ما كان في يومهم قومز هذا قومز اللي كان يهدف في الهلال كريلو ولا اوفر عمله يعني هذول العناصر في صناع لعب في الهلال عمر خربين كان بالفعل عبء الفريق يشارك راس يعني ما قاعد يساعد قومز على خلق المساحات له في يعني في هنا في ضعف اللاعب الاجنبي اليوم في الهلال اثر كثير تدوير في الهلال مش هو يمكن ياسر الشهران اتفق معه حسنا انه ياسر الشهران فرق في الهلال اساسا مساند في الهجمه لكن بقيه اللاعبين الهلال كثير مباريات الهلال لعبها اما مساله ان العب محور دفاع امام فريق يدافع ب 11 لاعب فالهلال سجل هدفين الفريق اللي بدافع 11 لاعب لو تنعاد المباراه حتى المدافع خطه مدرب طريقه مدرب في الاخير لازم احترمها يعني طريقه الوحده انه العب ب 11 مدافع او اهاجم ب 10 لاعب هذا خطه مدرب تحترم فوز الوحده هذا مدرب انا اقول لك اليوم اللي فرق مع الهلال اللي فرق مع الهلال انه رزفان ما تعامل مع المباراه باحترام لفريق الوحده طيب انت متفق تعامل معاه كمركز 14 متفق مع حديث المدرب انا شفت في فرص ضاعت الهلال لو الهلال ما هو قادر يقدم مستوى فني لو مو قادر في مستوى فني اليوم نسبه التسديدات على مرمى الوحده بشكل كبير جدا انت لو جيت تستعرض نجوم المباراه في المباراه حتلقى حارس الوحده مدافع الوحده الشاب اسمه الرشيدي مدافع الجديد في نادي الوحده سلم يعني كل الخطوط الوحده اليوم في التقفيل هي المفاجاه مو هو الهلال الوحده في التقفيل وسوء الطالع يعني في فرص ضاعت للهلال تحكم الموضوع هذا ايضا زي ما قال هي بمساله ان اللاعب رقم 9.5 اللي كان مفترض يلعب فيه جيفينكو او لو قدم سلمان الفرج يلعب لمساعده المهاجم في عمر خربين كان ينافس قومز على ان التسجيل فاصبح في مساحه ضيقه سهل دفاع الوحده على التغطيه بس انا تفضل احمد على حديث المدرب ومساله الشهيه اي بعلق تعليق ودي اسال الكابتن احمد سؤال انه مع احترامي للجميع ولي يعني حمد هو الشخص الاقدر على الاجابه على السؤال بس بتكلم انت كنت لاعب ايضا ايش يعني؟ لا بس ما وين لاعب فنان كمان وش جاب الاجابه؟ لا مراقب انت لا تدوير يعني هي مساله التدوير هي الفكره في وين؟ انه انا اليوم كمتابع لفريقي المفروض اني اتوقع التشكيله المفروض
أن يعرف التشكيلة اللي بيلعبها فريق. إذا عجزت عن توقع التشكيلة في مشكلة. يعني إذا ماني عارف في الوسط مثلا، أعرف أنه في الهلال مثلا أعرف في الوسط والله يلعب سلمان الفرج وكويلار وجيفينكو جيفينكو، المباراة الجاية أنا ما أدري من بيلعب. ما يعني إذا عجزت عن توقعها معناته في مبالغة في التدوير. هذا اللي يقصد، أنه التدوير هل هو حاجة ولا هو ترف زايد، يعني ترف فني زايد، أنه أنا عندي التشكيلة عندي دكة تعادل الموجودين، فبالتالي أنا لازم إيش أنوع وأعطي اللاعبين فرصة. يعني اليوم ألعب خربين وقميز، بكرة ألعب صالح الشهري وقميز، مرة فيتو مرة سالم الدوسري، لعدم وجود إصابات، بس أنه الكل لازم يشارك وحتى لا يصيب اللاعب إرهاق. هذا 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 شرحي للتدوير، أنه أنا كمشجع أو كمتابع إذا توقعت التشكيلة فأنا أعرف أنه فريقي يعني عنده ثبات معين. قد يحدث التدوير لأسباب الغيابات، الإيقافات، الإصابات. أمر آخر وأعتقد أنه ينفي أو 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 يخلي مسألة التدوير دي معطلة شوي، أنه اليوم أنت عندك 5 تغييرات أصلاً، مي زي أول 3، يعني 5 تغييرات هذه تريحك أنت، حتى اللاعب اللي مجهد تقدر تغيره. أنت ليش طيب ما تبدأ بالتشكيل الأساسي الأصلي عندك وبعدين وفق لظروف المباراة تغير؟ خلي أجي للسؤال المتعلق بالموضوع هذا. أنت اليوم يا حمد كلاعب، متى تكون أنت كلاعب في حاجة أن تكون جزء من هالتدوير؟ متى يزعجك أنه أنت ما تصير ثابت بحجة التدوير؟ ومتى لا والله أنا فعلا أحتاج أني أكون جزء من التدوير؟ هل يصيب اللاعب الملل والإرهاق من أنه يلعب دائم في التشكيل الأساسي وأنه يحتاج أن يكون جزء من التدوير، ولا يزعج هذا الموضوع؟ طيب. أشوف أنا أقول لك بالنسبة للهلال، أنا أتحدى بالنسبة لك أبي، حنا 4 وأنت 1 صح؟ أتحداك نتفق على التشكيلة. هذا خطأ فني؟ لا مش خطأ فني، بالعكس إلا عنده إنتاجية كثيرة. يعني على سبيل المثال العام الماضي من بداية الموسم أفضل لاعب وسط كنو، السنة أنتم كنو تحطون احتياط، فبالتالي لا أحد يستطيع أن يتنبأ في الهلال تشكيلة مثالية. والثبات فين راح؟ يا أخي اسمح لي، احنا نتكلم الحين عن الهلال، أنت تسألني بصفة عامة، أنا بقول لك الفرق اللي عندها ندرة في النجوم المحليين، يا أخي الهلال الفريق الوحيد اللي عنده لعيبة أجانب حطها احتياط أجانب، هي عيبة فيه أنا أقول لك إياها، لكن لما تقيسها كبداء نجوم فني تقول لا لاعب مين أخلي سلمان الفرج برا. أنا قلت لك الآن حط لي أنت وسط الهلال أو تشكيلتك المثالية، تشكيلتك المثالية، وأنا وحسن بيختلف عنك وعبد ما حد يقدر، لأن لو حطيت كنو أنت تظلمه لأن لاعب واحد من أهم عناصر الهلال. ما فهمتني عبد الله في النقطة، لا بس أوضح النقطة، أوضح النقطة بس. لا يلاعب المدرب اللي لاعبه ما عندي مشكلة، أنا أقصد إنه أنا كمتابع اليوم خلاص شفت والله المباراة اللي راحت الهلال لعب مع النصر بتشكيلة، طيب والمباراة الجاية لهم مع الشباب، أنا ما أقدر أتخيل تشكيلة النصر ترى، لأني أدري المدرب بيغير بيسوي تدوير، فبالتالي ما أدري يعني اللاعبين اللي لعبوا مثلاً تشكيلة النصر أنا متأكد إنه بيغير 2-3 في مباراة الشباب، هل هذا تدوير صحيح؟ انا يعني اتكلم عن عدم حاجه يعني لا الغياب يعني حجم التدوير، هل المفترض اني ما اعرف المجموعه بشكل كامل او انه يكون عندي ادراك انه عنده لاعب لاعبين هذول اللي بيغيرونهم كذا؟ انا صحيح. انا بالنسبه لي لا يمكن ان انا اقدر افهم حمد واقدر اوصل، ما يمكن احدث تدوير في بدايه موسم او ما عندي تداخل بطولات، احنا بدايه موسم. طيب انتوا انا مش متفق انه في تدوير اصلا. أيه. انت تسالني انا مش متفق، انا متفق انه في اصابات، في جائحه كورونا تاثر انت تغير العناصر، بس كتدوير فكرة تدوير ما مش. طيب سؤالي مش راكبة معي. أنت كلاعب ها؟ أنت كلاعب الحين لما كنت لاعب أرمدك تدوير ظهر جاء لا يعني المدرب على فكرة أحمد بقول لك شيء بس لا بس أنت تحتاج كلاعب لحظة، المدرب ترى ينزعج من كثرة النجوم، يكون عند علمك يعني هو يبي يركز في مجموعة يلعب فيها 30-40 مباراة ويجيب فيها البطولة. وأنا ضربت مثل في 83 الاتفاق اعتمد لو ترجع كل تشكيلته 14 لاعب، لأن المدرب خلاص عرف حتى الثالثة. على المستوى الذهني أزيل لهم. طيب. أنا اليوم لما يكون معايا عارف أسلوبه، بكرة تيجي أنت يبي له تعرف على أسلوبك، لكن أنا عارف أسلوبه وحافظه. طب كابتن إحنا نسوي رزفان صح ولا خطأ؟ ها بس إجابة محددة سريعة اللي يعمله رزفان الآن صح ولا خطأ؟ يا رجال حتى لو يلعب الهلال بدون مدرب بيفوز. لا طب روح الفاصل وارجع أكمل مع ضيوف. هذا الكلام
خلابة ومن أحضانها أبو كاس، مياه عذبة تنبع بالحياة، فتتناغم الطبيعة مع الأحساس ليأخذ النفس مكانه، لتترجم أطباقك شغف إحساسي. أبو كاس، قصة إبداع تروى في مطبخك. أهلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية وضيوفة حمد الدبيخي، حسن عبد القادر، حسين الشريف وأحمد الفهيد مع حفظ الألقاب. كنا نتكلم، قطعتك أنا قبل شوي قبل الفاصل تتكلم على، كنت بعلق على نقطة بس ذكرها. حسن يقول ما كل عمر عمر. ها يقول إيه؟ يقول ما كل عمر عمر. إيه أنا بتكلم عن عمر خربين فأقول لي مو كل عمر عمر يعني. طبعا السومة ما فيها ما فيها نقاش يعني. انا ما عرفت لك مع السومة والله انت والسومة يعني. اي انا هو والسومة ما عرفت مرة مع السومة الناس نفسها ما راضي تقتنع انه انا ما بيني وبينك. اذا فاز الاهلي صرت السومة. لا لا انا ما لا لا الناس ما راضي تقتنع ان السومة ما بيني وبين الشيء، لكن السومة يظل لاعب مو فوق النقد بس. يا اخي الناس ما قالت والله انت اللي قايل. لا 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 انت ما تشوف الردود انت السومة. السومة سوى فرحة كذا قلت هو يقصدني، ما حد قال عنه شيء. اقول مو كل عمر انت اللي جبت السومة لنفسك. لا فعلا اعيد نفس الكلمه، مو كل عمر عمر، لكن اللي فارق مع عمر السومه وعمر خربين انه اي لاعب مهاجم تحديدا مهاجم ما ينجح مع الهلال انا اعتقد انه نسبه فشله مع اي فريق اخر نسبه 80%. فالخدمات اللي يلقاها اي مهاجم موجود في الهلال، الخدمات اللي يلقاها من الاظهره من لعيبه الوسط من يعني سرعه اللعب من هيبه الفريق من سطوته، ما ينجح المهاجم اذا لن ينجح مع اي فريق اخر، لانه اللي بيلقاه عمر خربين مع الهلال خلال 90 دقيقة من تمريرات من تواجد خط 18 الفريق ككل لن يجدها مع فريق آخر، بالتالي نجاحه يعتبر شبه معدوم. اللي حاصل في عمر خربين إنه الهلال يبغى يخدم عمر وعمر ما بيخدم نفسه. الهلال يعني زي ما ذكروا بدر وكمعلومة ذكرت سابقا إنه الهلال يبغى يسوق عمر خربين، أجمل فرصة تسوقه إنك قبل الشتوية إنك تلاعبه. نعم تلاعبه عشان الناس تشوفه. صحيح. على الأقل أي فريق يبغى عمر خربين هياخذ آخر 10 مباريات أو آخر مباريات يشوف مستوى اللاعب قبل ما يتعاقد معه. الان ما في نادي ممكن ياخذ عمر خربين بالوضع الحالي، الهلال بيخدمك وانت ما بتخدم نفسك، قاعد تعتمد على ذكريات. وانا هذا الكلام اللي كنت اقوله حتى مع لاعبين، انت لا 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 تبني تاريخك ولا تبقى على سيفيك، على السيفيه السابق انه والله كنت بطل افضل لاعب في اسيا جبت هدف مهنا لمدري مين، ما في. الناس بتفكر في كمل. طيب الناس بتتكلم عن حاضرك الان، عن مستواك الحالي، مستوى الحالي الان انا ما اعتقد في نادي، ما اعتقد في نادي سعودي الان عنده الرغبة انه يحسن هجومه يقدر يتعاقد مع عمر خربين. هو بيضيع الفرصة على نفسه. طيب احمد قبل شوي انت تسال حمد على مسألة التدوير ومقياسها، شدني يعني انت تتكلم عن المدرب المفترض المباراة القادمة يكون عندي تصور لهذه التغييرات، انت تشوف ان المدرب الجيد هو اللي يعطيك انت كمهتم بهذا النادي مثلا او ذاك، انه انا المباراة هذه عارف التشكيلة، المباراة اللي بعدها اكون برضو عارف التشكيلة؟ لا هو شوف هو دائما في تشكيل، خصوصا للفرق الكبيرة اللي عندها مساحة أو عندها أعداد كبيرة من النجوم، حتى الفرق الكبيرة يعني أنا ما يعني ما أبغى أتكلم بشكل فني لأني أنا ما لا أنا أتكلم ترى أنا يعني أنا وأنت يعني بس أي أنا أقول بس عشان يكون واضح كلامي، أنا فنيا ما أحب أتكلم لأني ما أفقه كثير في الجوانب الفنية يعني. أنا أتعامل مع مباراتك واحد يشوفها من المشجعين أو المتابعين المهتمين بكرة القدم، نعم عندهم ملاحظات قد تكون خطأ يعني مو بشرط تكون صحيح، بس انا اللي اقصده دائما اي فريق عنده تشكيله هي اللي يفوز فيها وهي اللي يخوض بها المباريات، هذه التشكيله المفروض تكون ثابته، التغيير يحدث في الغياب في الايقاف في الاصابات اذا بتريح احد، لكن انت لما تتكلم عن تدوير في الجوله السابعه والثامنه مو بتدوير يعني تشكيله غير ثابته بدأ من الجوله الثانيه دور غير مستقره ولسه البطولات ما تداخلت يعني يمكن الخميس يبدا كاس الملك فقط. اللي اقصده انه اليوم مثلا اليوم ما حتتوقع مثلا انه كويلار ما حيكون اساسي مثال يعني.
وانه الشهري حيكون احتياط. انت ليش الشهري جلس احتياط؟ ارهاق ما بدا يصير ارهاق. مصاب ما هو مصاب. كويلار كان ما لعب مباراه راحت والان رجع يلعب. فانت المفروض يعني افتراضي وقد يكون برضه افتراضي خاطئ. وارجع اقول حمد اقدر انه يقيم الموضوع فنيا. انه انت تلعب بالتشكيل الاساسي. ونتيجه لظروف المباراه تغير. بس هو سوى يعني استهان حقيقه يعني هو حس المباراه سهله. هو قالوا اللاعبين يعني هو لما يسال الاستاذ ناصر الشيبان المدرب الهلال الرزفان عن ايش اللي صار قال انه الفوز كثره الفوز افقدت اللاعبين في الرغبه في الفوز وفي الشغف الفوز وافقدتنا يعني اللعب من بدايه المباراه بشراسه او القتال يعني انه احنا نحقق هدف. وهذا الكلام مو صحيح يعني ما في احد يمل من الفوز. في نسبه عاليه من الثقه تكون موجوده صحيح نتيجه توالي الفوز طبعا. لكن انت في عندك نجوم. الفكره في التغيير، التغيير هذا يعني اليوم مد الله كان يلعب يمين، اليوم انت لعبته يسار وكان ياسر الشهراني طيب. حتى ما هو في خانته فاضطر انه يتقمص شخصيه الظهير الايسر ويكمل يعني قتلت خانه مهمه. عرفت كيف؟ انت اليوم كويلار لما دخل كويلار صنع الفرق ترى في منطقه الوسط، طبعا كانه لاعب كبير ما هو استقلال من كانه. بس انا قصدي التشكيله الثابته والتغييرات برضو الثابته، ترى في تغييرات ثابته معروفه الدقيقه 75 ينزل يعني صالح الشهري الحين صار بالتغييرات الثابته. صالح الشهري صار ينزل اخر 5 دقائق 10 دقائق. يعني ايش قال لك؟ قال لك مثلا حمد الاسماء في الهلال ما راح تتفق عليها الجميع ما على أتفق. التشكيلات ما ابغى اتفق لا المقصد انه مثلا الاسماء اللي موجوده في الهلال كم اسم سواء اساسي او احتياط في الهلال لو راح للفرق المتنافسه مع الهلال اليوم في الدوري صحيح بيلعب اساسي ولا لا؟ صحيح. بينما مثلا في الفرق الثانيه كم لاعب موجود في الفرق الثانيه وممكن يكون في الهلال وبالتالي يتفوق على خانه موجوده في الهلال؟ هذا صحيح. بس انا بقول لك انت الان جوفينكو من جبت مكانه يلعب مثال انت معناته اذا غاب جوفينكو تغير الخطه تلعب راسين حربه؟ اذا غاب لاعب ما عندك انت بديل جوفينكو انت تغير خطتك بناء على لاعبينك الموجودين؟ معناته ما عندك تخمه نجوم. تخمه النجوم اللي هو اي لاعب احطه في اي لاعب يغيب عندي في لاعب يسد مكانه. عرفت كيف؟ اليوم مثلا هتان بهبري كمثال يعني لا هو تقول والله عنده تشبع من نغمة الفوز ولا تشبع من اللعب ولا تشبع دخل وفرط في هجمتين كانت ممكن تحسب المباراة للهلال وتعامل معها يعني بثقة يعني محزنة بصراحة بالنسبة للمشجع الهلالي يعني انه اذا انت داخل وجيتك هالهجمتين وتعاملت معها بهالرعونة الفنية اذا وش فائدة وجودك كلاعب مهاجم وكبديل المفروض انه يصنع الفرق. ممتاز. حسين في حديثك برضو قبل شوي تكلمت انت عن الاتحاد، اليوم تشعر ان الاتحاد وان كان هذا مثلا عند الاداره الاتحاديه ما بحثت على مساله البحث عن لقب، ولكن اليوم انت من خلال المستويات الفنيه في الاتحاد تشعر الاتحاد ممكن يروح لابعد من الترتيب اللي هو اليوم موجود فيه وعطفا على المنافسه اللي موجوده اليوم في الدوري؟ شوف يا عبد الرحمن احنا لابد نفصل الاتحاد الان اللي شارك في الـ7 جولات الماضيه والبطوله مباراه البطوله العربيه لابد ان نفصل عن الاتحاد الموسمين الماضيه. طيب لانه حقيقه صار في تغيير. ممتاز. تغيير ايجابي. حلو. ساهم في تطور اداء الفريق بشكل عام. واصبح الاتحاد يمتلك على مستوى العنصر الاجنبي لعيبه يصنعون الفارق. احمد حجاز يصنع فارق، قرويا في المرمى يصنع فارق، رودريغيز روما من اول، يعني اصبح الاتحاد عنده على اقل تقدير 11 لاعب في الملعب مميزين. وهذا الوسط اسمه والبرازيل والبرازيلي برونو. برونو يعني في مجموعه في الاتحاد الان تختلف تماما عن الموضوع على العام الماضي والسنه هذه. الجوله الثامنه احنا الحين اوكي الجوله الثامنه أوه. احنا لازم شوف كل الزملاء يتفقون ان كل الفرق بستان زي ما قال ابو عبد الله الهلال وال15 البندي الباقيه بعد تراجع النصر لان انا لازم ترى النصر هو المنافس الحقيقي للهلال اللي هو على مستوى العناصر يتنافس مع العناصر إيه؟ الاهلي الشباب الاتحاد الثلاثي هذا يستطيعوا ان يحصل اي منهم المركز الثاني انا من خلال بس كم هاي كم هيكون نهايه الدوري سحب المركز الثاني او سحب المركز الاول ها كم هيكون الفرق بين سحب المركز الثاني وسحب المركز الاول طب طبيعه الحال انا اتوقع الهلال يحسم بدري الدوري يعني إيه؟ انا اقول لك الجوله 24 25 الدوري الثاني انا لا حقيقه لا الشباب ولا الاهلي يعطيك مؤشرات انهم عندهم الروح انت قلت انه الاتحاد هو الاقرب للثاني انا اتوقع الاتحاد او النصر
يعني النصر ممكن يعود من بعيد لكن على مستوى المجموعه الحاليه على مستوى عطف على الثمانيه الجولات الماضيه عطف على التحسن الكبير في اداء الاتحاد. الاتحاد الان تقريبا 13 مباراه من بعد عودتنا من كورونا من استكمال الموسم الى هذا خسر مباراه اللي 13 مباراه الاخيره منها خسر مباراه الاتفاق وخسر في اخر الدقائق باخطاء دفاعيه الجميع شاهدها في هذا الجانب. حقيقه الاتحاد يفتقد للاعب الهداف. يعني انا اشوف حمد الله في النصر اشوف عمر السومه يعني بس بصراحه اليوم مباراه الهلال والوحده انا قاعد اتخيل زي ما قال عمر مو كل عمر عمر تخيل لو كان عمر السومه في الهلال حيكون فرق كبير في التهديف في الهلال لان كميه الفرص المهدره في الهلال يعني قد ما يسجل قمز في فرص كثير مهدره. تخيل عمر السومه ليش تضحك لما تخيل عمر السومه في الهلال في هذا الاسماء صناع اللعب حتى في الاطراف اتوقع ان يكون في فرق كبير في هذا الجانب. والاتحاد نفس المشكله يعاني في راس حربه بريفيتش يبغاك تصبر عليه يعني حقيقه لازم بس هذا توقع قبل شوي ولا كانت امنيه عمر السومه من هو؟ لا انا اتوقع عمر السومه انت قلت خيال عمر السومه هي كانت خيال ولا كانت يعني امنيه؟ لا بعيد عن الاهلي والهلال عمر السومه يجب ان يغير غير قميص حاجته يعني زي فريق زي الهلال ينقص لاعب هداف قوميز اوكي اعطى كل ما لديه يعني اليوم قوميز يعني كان صراحه سبب من اسباب عدم فوز الهلال. سومه اتصور حيتجدد عطاؤه في مثل هذه المرات بغض النظر استمر مع الاهلي او مع الهلال لكن في الهلال حمد الله لو في الهلال ممكن يسوي شيء. لكن ليش اقول سومه؟ لان جاب سيره عمر بعمر اتوقع عمر خربيل لما جاء كان يبغون اتوقع في ذيك الفتره كان يبغون عمر السومه قصدك يعني انه اليوم عشان افهمك بس اليوم التراجع اللي عند عمر تشعر انه محتاج تغيير؟ لا عمر السومه الاهلي كان وفي معه جاوبني عشان صح عشان لا تشير الاهلاوي علي لا ما الاهلي وفي مع عمر السومه بس انا اقول فريق زي الهلال لو عنده عمر السومه ابني على كلامك فكره انك كانك تقول اذا كان المستوى عندك في تراجع بعض الاحيان اي عمر يظهر تحتاج تغيير الاجواء اي عمر يظهر صح كلامك كذا صحيح اي بس يعني تشعر ان فهد المولد برضه بحاجه هذا الموضوع في الاتحاد؟ فهد في التهديف ما هو قيمه عمر السومه خلينا نكون صراحة فهد المولد انا ما اتكلم على التهديف اتكلم على هبوط المستوى هبوط المستوى اي لاعب او يعني انه ما تكون انت في فورمتك اللي معروفه أنا وان كان فهد راجع بصراحه بس هذا الموضوع ينطبق على فهد ينطبق على اي لاعب على اي لاعب اي لاعب عمر السومه ليش قلت عمر السومه؟ لان الهلال كان يبحث عن تهديف الهلال يبحث عن تهديف في الجانب وانا ضربت كمثال ممتاز. انا اقول لك كذا تصور لو شفت انا اتوقع عمر السومه لو كان في الهلال قد يحل مشاكل الهلال كلها طيب يظل عمر السومه يعني حلم لاي نادي بس نعترض صحيح عمر السومه بس بعطيك حلم اي واحد بعطيك واحد يعلق بس عمر السومه حلم لاي نادي عمر السومه لاعب هداف حلم وسيبقى حلم اي لاعب هداف بس يظل حلم لاي نادي يظل فارق. انا اقول لك ليش انا بغض النظر الاهلي وفي مع عمر السومه حقيقه يعني عمر السومه الاهلي قدمه بشكل كبير لكن انا ضربت مثل في مباراه اليوم لو كان في لاعب مثل عمر السومه مع مجموعه الهلال قد يكون فارق اكبر في التهديف. احمد فهد دكتور ترى انا يعني انا لست في صف الزملاء الاعزاء فيما يتعلق بانه الهلال سيحقق الدوري وفارق كبير عن بقيه الانديه والانديه ال 15 تنافس على المركز الثاني. اول شيء الهلال له تجارب سابقه فانه كان فارق بنقاط كبيره مره واحده لا كثير مرة ثم النصر ثم ارتد ثم ارتد على على عقبيه في وخسر على فكره وخسر مباريات سهله يعني مش سهله خسر من انديه كانت تتنافس على الهروب من مناطق الهبوط واحد ولا واحده لا في الهلال كذا يعني الهلال اليوم مثلا شوف الفارق كان ممكن يصل 9 نقاط اليوم صار 3 نقاط ما لعب الهلال لا الهلال ما لعب لا مع الاهلي ولا مع الشباب ولا مع الاتحاد ها ولا مع الاتحاد ولا مع الاتحاد اللي هم الثلاث الانديه اللي تنافسه اللي هو الثاني والثالث والرابع وبالتالي هذا قد يقلب موازين القوى الهلال تعادل مع ابها وخسر من الوحده فالاحرى من ذلك انه يخسر من الانديه اللي تنافسه اذا لاحظ والهلال الان يلعب بالدوري فقط لسه ما دخل في اسيا ولسه ما دخل في كاس الملك بالتالي هذه المباريات الان بتزيد عبء عليه عبء ضغط مباريات لو خسر حتزيده عبء الخساره في كل مباراه كل مباراه يخسرها الفريق البطل تضغط وبالتالي انا اشوف ان الدوري ليس للهلال احفظ التاريخ عندك اليوم خساره الهلال حتتذكره بعد كم شهر قد يحدث قد يحدث بس هو يقول انه لسه الامور فيها قد يحدث بس فيها تسليم يا ابو بدر احنا نتكلم عن منطق التسليم بذلك عن منطق الهلال
اللي هيحصل انه الدوري حيكون الهلال الفارق بين الهلال وصاحب المركز الثاني لا يقل عن 10 11 ابو محمد انا بروح لموضوع ثاني ابو محمد السبب اللي خلى الهلال يخسر اليوم من امام الوحده صاحب المركز ال 13 هو حيكون في اسباب افضل واقوى انه يخسر ضد السبب رزفان مش ما يبغى له تفسير السبب رزفان انه تعامل مع الوحده كمركز قد يكتب رزفان نفس المشكله لان الصين ثلاثه اجانب ما لعبوا حتى زياده شوف لا عندك جزئيه يعني انت اذا بتعلق الشماعه خساره الهلال في المدرب هذا يعني كانك تبخس حق اللاعبين والابداع والاكتمال وكل الكلام الجميل اللي قاعدين نقولها ما يصير يا وبعدين تعال الوحده برضو اليوم ناقصين جوستافو ما لعب ثلاثه ثلاثه ويعتبروا مؤثرين في الوحده نعم حتى المباراه الماضيه ما لعبوا لا 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 ما عليه طيب انت تتوقع الهلال ياخذ الدوري بعشر جولات رايك ونحترمه ونشوف نهايه الموسم لا مش بس بالنسبه يظل الهلال مرشح لكن ما قلنا شيء هذا طيب كمل بس بالنسبه لطرحك عن السومه يعني انا اشوف كان السومه في فريق صغير ولا يصير لا فريق أنا ما كبير لا انا ما قلت لا انت تقول ابغى السومه في الهلال لا ما قلت ابغى السومه انا انت تقول لو في الهلال تخيل طيب ايش معنى بالهلال مهاجم الهلال طيب ليش معنى بالهلال الاهلي فريق كبير ما في شيء يعني هو بيضيف للهلال ولا الهلال بيضيف له لا هو حيترجم هل هناك بينقص من الاهلي لا ما ينقص من الاهلي كيف عمر انا اقول الفرص اللي اليوم كانت تحتاج لاعب هداف لاعب طيب ما هو جوميز هداف جوميز صراحتك اليوم من اسوء اللعيبه اليوم بس لو كان عمر السومه يعني يا اخي يعني عمر يعني السومه عشان تتربط في مساله الاهلي لو كان الحمد لله في هجوم الهلال اليوم واي مهاجم بقيمه السومه تحديدا يقدر يسجل انا اقصد ايش يا حمد ما انا داخل الاهلي طيب عجل الاهلي فريق كبير على طرحك نقول لو موجود عند الاهلي عند السومه كما هو موجود عند الهلال لا اصبح السومه هداف ما صحيح. يصير هذا الطرح لا صحيح لا هذه نظري دقيقه ابو عبد الله وجهه نظر فنيه هو لا مو ما يصير دقيقه ابو عبد الله لا بس لما تطرح لا معليش انا اتفق معاه بس لما يقول انا لو كان السومه في الهلال كان يقول ان الاهلي فريق صغير لا ما كان لا ما انت فصلت كده انا اقول فريق ران على الاهلي بس هو ما قال فريق ما جيب سيره الاهلي انت جايب الحين جنب من وين جبتها حمد دقيقه كيف قلت لك حاجه بقول لك حاجه زين لازم تربط الان اخوي حسن عشان اربط لك بين الموضوعين ليش انا اربط المتابع يربط ايش قال مساء يقول اسمع الكلام ها انتبه إن هذا كلام مين كلام لا 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 حسن عشان اربط لك بعدين بربط لك هنا كلام مين كلام حسن الحين اول حسن, أيه حسن. انا بر لا قاعد تقول لي ايش قال انا استنتج طيب يقول لو الهلال الان يلعب خربين يبي يسوق له معناه المتابع شو يقول معناه ان مجلس اداره نادي الهلال يقول لمدرب الهلال لعبه نسوق له هل هذا كلام منطقي ما يقبل انت ايش دراك انه يلعب عشان يسوق له ما يصير ما نقبل هذا الكلام انا قلت دقيقه انا اقول لك حسن بروح موضوع ثاني دقيقه هذا الموضوع بس انت ما تبوني اربط لا قول خلني اربط بس انا بقول لما انت تقول لي ان هذا اللاعب يبغى يسوق الهلال يبيعه معناها ايش هل المدرب يبي يبيعه ويخسر نفسه وقناعاته ولاعبينه ما اعتقد ما مستحيل لكن يوحي يقول لك ان الهلال يبغى يا مدرب لو سمحت لعب خربين حنا نبي نسوقه الطرح انا لا اتفق معاه لانه هو هذا يعني استنتاجه هو بس هل منطقيا نتفق انا ما اتفق ترى موجوده في العالم كله انه اللاعب اللي يعني انت تتفق ان مجلس اداره الهلال قال للمدرب لعب خربين يسوقه لا بس انا ما قال اقول لك ما قال ولا قال لا ما قالش خلاص الهلال يعني تتفق معي المفترض انه دقيقه بس دقيقه صوت والله كذا ما يسمعون بالله لا نطلع بس حسن قالها نصا واعتقد ابو بدر اتفق معه ابو بدر قال وانا ابو بدر اتفقوا على التسويق للاعب ربما انا اتفق معهم طيب لكن انا سيره الاهلي ما جبت اقول لو كان للهلال عنده لاعب بحجم عمر السومه في مباراة اليوم طيب. ربطها في مباراة اليوم في ظل الفرص المتاحه قد يفرق كثير معه طيب انا اوكي فهمت واضح مقصدك مع يعني ما هو استقلال تقليل في اي نادي بس انت تتكلم على مستوى فني فقط مستوى فني اقول في اطار فني طيب بس برضو انا ودي اسالك برضو سؤال سامحني يعني حسين اليوم بقى انت كنت قبل شوي قلت عن الاتحاد الموسم الماضي نهايه الموسم الماضي انت طلبت اداء الجماهير والاعلام الاتحادي ألا تكون الطموحات على مستوى دوري والبحث على ولا زلت على مستوى بعيد وضغط الإدارة نعم. أنت اليوم من الجولة الثامنة تراهن على مستوى الأهلي والشباب قد شوف ما تحس أن هذا يحمل جهد على دقيقة. أو يحمل ضغط على الإدارة إحنا لما تقول بطولة شوف غياب النصر ساعد الأهلي والشباب والاتحاد
يعني حتى لا تأخذ على نادي معين، ساعدهم على المنافسة على المركز الثاني بنسبة كبيرة. طيب فاهم علي؟ غياب النصر، غياب النصر أرجع وأكرر، غياب النصر ساعد الأهلي ممتاز. والشباب والاتحاد واضح. الصراع على المركز الثاني مسألة مطالبة البطولة لا حقيقة نعم. إنك تتنافس مع الهلال في الوقت الحالي الاتحاد ما عنده الأدوات اللي عند الهلال يستطيع ينافس. ما في أي نادي الآن طالب البطولة إلا الهلال. لكن على المركز الثاني لا، حتى الأهلي ما عنده أدوات ينافس الهلال فيها ولا الشباب، مع احترامي. لكن تقارن الأهلي والاتحاد حاليا أنا أشوف عناصر الاتحاد الأجنبية أفضل. طيب نقفل موضوع الدوري ونروح لموضوع مهم أيضا. كنا طبعا أمس تكلمنا على تلك الملفات اللي ذهبت وكل ملف أهم من الآخر وعنده طموحات كبيرة، وإحنا كمجتمع رياضي عندنا طموحات كبيرة مع هذه الملفات. طبعا ينتظر المتابع الرياضي نتائج اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي والتي ستشهد تصويت الأعضاء لاختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030. ملف الرياض 2030 سيكون أحد الملفات المرشحة للفوز بالاستضافة. تفاصيل هذا الملف مع زياد العصيري. في ظل النهضة الرياضية الكبيرة والتي تعيشها المملكة العربية السعودية في هذه الأيام، ينتظر المتابع الرياضي إعلان النتائج النهائية عن الملف الفائز باستضافة النسخة 21 من دورة الألعاب الآسيوية 2030. الرياض والتي سبق أن تقدمت بطلب استضافة هذه الدورة تعد الأنسب في الوقت الحالي نظرا لما تعيشه من تطورات كبيرة من شأنها أن تثري البطولة، خصوصا وأنها تتكامل مع خطط المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. وعمدت حكومة خادم الحرمين الشريفين بدعم ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى استضافة العديد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والرياضية لتتمكن المملكة العربية السعودية من النجاح الكبير في استضافتها السابقة التي كان آخرها القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين. وفي المجال الرياضي كانت السعودية حاضنة للعديد من البطولات والفعاليات الرياضية الكبيرة والمهمة في جميع الرياضات، ولعل الشغف الرياضي الكبير للشعب السعودي وسكان المملكة العربية السعودية هو أحد أهم روافد نجاح البطولات التي تستضيفها المملكة، حيث حظيت البطولات المستضافة بحضور جماهيري كبير أثر الحدث وزاد من جماليته. طبعا اليوم قائد الملف وصل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إلى مسقط لترأس الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي لاختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030. طبعا كان الزميل خالد العرافة التقى بسمو الأمير، نتابع. سمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تواجد اليوم في عمان، استقبال جميل من الأشقاء العمانيين. كيف شفت الاستقبال؟ كيف شفت الحفاوة من أشقائنا العمانيين؟ سعيدين جدا بتواجدنا في عمان. أحب أن أشكر السيد خالد على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. إن شاء الله أن احنا تتكلل اجتماعاتنا بالنجاح وبتحقيق الأهداف المرجوة من اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي. سعيدين جدا كما ذكرت بتواجدنا، وإن شاء الله أن احنا نقدم ملف يحظى باهتمام الجميع ويليق بمكانة المملكة العربية السعودية وبالرياض كعاصمة المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله ننال بالفوز إن شاء الله بالتصويت للرياض أنها تستضيف الألعاب الآسيوية 2030. سمو الأمير البارحة واليوم في البحرين، اليوم الوصول من البحرين لعمان حراك رياضي جدا كبير، يعني لنا الشيء الكثير كسعوديين، المسؤولية كبيرة، نتمنى الفوز بكلا الاثنتين.
كيف تنظر لهذا الحراك بشكل عام وكيف تشوف الفرص بشكل أيضا عام؟ ما في شك في ظل دعم وقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وجدنا حراك في كل القطاعات. الحراك الوسط الرياضي يحظى بهذا الاهتمام وهذه المتابعة من سمو سيدي ولي العهد بشكل خاص. الوسط الرياضي هو من أقوى القطاعات التي تهتم بها الشباب، والمملكة من الدول الشابة، والقطاع الرياضي احنا جميعنا فخورين بإنجازات المملكة العربية السعودية، خصوصا في 3 سنوات الماضية من ناحية استضافة الفعاليات الدولية، من ناحية مشاركة الأندية الرياضية وأيضا المنتخبات. وإن شاء الله أن احنا هذه الاستضافات ستعزز من هذه الجهود التي تتضافر المملكة لنيل المستهدفات منها، وإن شاء الله استضافة كأس آسيا 27 ونحظى بهذا الفوز فيها إن شاء الله، لكي يعني المملكة فازت بكأس آسيا 3 مرات ولم تستضيف البطولة، فإن شاء الله أن هذا يحقق في المستقبل. وأيضا استضافة الألعاب الآسيوية 2030، لأن المملكة مهتمة بجميع الرياضات، وسمو سيدي ولي العهد مهتم بجميع الرياضات وتنوع الرياضات. كان عندنا 32 اتحاد، اليوم عندنا 64 اتحاد، وهذا ندل على شيء، يدل على نمو القطاع الرياضي في المملكة، وهالاستضافات تعزز من التواصل مع الدول والتواصل مع اللجان الأولمبية والاتحادات وغيرها لتقوية المتانة الرياضية سواء كانت في الشرق الأوسط، في آسيا أو في العالم كله. طيب محمد حسن، ملف مهم، المجتمع الرياضي كله ينتظر مثل هذه الملفات عطفا على نجاحات حققناها من خلال استضافات ماضية. شوف أنا الأمس شفت صورة التقيتها الكابتن محمد عبد الجواد، وكان خلفه يعني 4 من نجوم الكرة السعودية واللي حققوا بطولة كأس آسيا سواء عام 96 أو عام 84، الكابتن صالح النعيمة، الكابتن ماجد عبد الله، والكابتن أحمد جميل، وكان اللي بيصور السيلفي محمد عبد الجواد، أحد النجوم 84 طبعا اللي حققوا البطولة. لما نشوف هذا الجيل، تتكلم من عام 84 إلى آخر بطولة حققناها عام 96 اللي كانت في الإمارات، تخيل من ذلك الفترة إلى الآن السعودية ما استضافت كأس آسيا. كده تجلس مع نفسك يعني وتتفك ليه؟ ليه يعني إيش اللي ينقص المملكة العربية السعودية إنه ما استضيف حدث رياضي؟ 24 كان أظن 16 منتخب أو 12، الآن 24 منتخب، أيا كان قادرة المملكة. نعم قادرة البلد اللي استضافت أصعب مسابقة على مستوى العالم، رالي داكار، أصعب. تكلم عن يعني تضاريس، تتكلم عن تنظيم، تتكلم عن عدد، تتكلم عن كل شيء، ونجحت استضافة السوبر الأسباني، السوبر الإيطالي، الكلاسيكو البرازيل، الأرجنتين، استضافة أحداث عالمية، استضافة، مستحيل تكون عاجزة عن استضافة بطولة كأس آسيا، بطولة منتخبات مجمعة على 4 مدن تنتهي في فترة وجيزة. هنا السؤال اللي كده يجيب بالك، ليه تأخرنا؟ ما احنا قسمنا شيء، المنشآت متوفرة، الكوادر موجودة، الدعم الحكومي لا محدود، العقول موجودة. يعني أنا أراهن إنه سمو الأمير عبد العزيز بن تركي أدار هذا الملف بشكل احترافي عالي جدا. نعم أداره على كافة المستويات. وأنا يعني عندي ثقة كبيرة إنه الملف السعودي اللي سيقدم، اللي سيعلن يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى المستضيف، إنه ملف يجمل إذا صارت الأمور طبيعية في التصويت. أنا ما زلت أحيانا أشعر إنه كذا في أشياء يعني ممكن تدور، لأنه أصلا التصويت دي يعني لعبة اصطفافات. نعم لعبة اصطفافات، يعني في الأخير ما تعرف من معاك ومن ضدك، صناديق مغلقة ممكن التصويت فيها، أو تكون انتخابات، أو تكون تصويت معلن أو غير معلن، ما أنت عارف، لكن الكونغرس نفسه. لكن أرى إنه الملف السعودي اللي قايم عليه سمو الأمير عبد العزيز بن تركي، المساعدين اللي معاه، الوكلاء، النجوم، الهيبة اللي راحت إلى مسقط، تتكلم عن هيبة نجوم كرة السعودية كلهم حملوا هذا الكاس قبل كذا، حملوه 3 مرات طبعا، اللي هو 84 و88 و96. نعم قادرين بإذن الله
أن يكون عام 2027 بطولة كأس آسيا في المملكة العربية السعودية. وهذا كله ثقة، ثقة مش يعني ثقة في يعني بناء على إنتاجات، لا بناء على عمل أشاهده قدامي. أنا شفت كل شيء الآن بيصير قدامك متوفر. الآن أنت تبحث عن إيش متوفر؟ دعم حكومي لا يقارن. هو اسمه سيدي ولي العهد، يعني يمكن الكل بيتحدث الآن اسمه الأمير عبد العزيز التركي بيتكلم عن الدعم الحكومي الكبير اللي بيلقاه، والدعم إنه يحقق كل 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 شيء يبحث عنه الرياضي السعودي أو المنافسات اللي تحصل على أرض المملكة. تكلم عن إدارة ملف، أنا أقول لك يعني ما أعرف تفاصيل، لكن أحياناً الواحد يحب يسأل يستفسر عن أشياء معينة، أنه أقول لك أداروا الملف اللي يقدم بشكل احترافي وشكل يجمل، وحيكون ملف متكامل بإذن الله تعالى. لا. تفضل. أنا بتكلم عن الأسياد، لأن أنا بتكلم على دورة الأسياد الآسيوية. بالنسبة للأسياد أنا أعتقد أن القفزة في الاتحادات من 32 اتحاد إلى 64 ضعف طبعا خلال السنتين الماضية، وهذا الدعم الكبير والاهتمام حتى على المستوى الإعلامي، يعني في اختلاف كبير في المسيرة والنمو الرياضي، فبالتالي لازم تواكب أنك أنت تستضيف بطولة بحجم الأسياد اللي في 2030. صحيح تسبقها كأس آسيا اللي هي مختصرة في كرة القدم، لكن الأسياد ألعاب كثيرة، يعني ممكن حوالي أكثر من 60 نعم لعبة، ويبغى لها أماكن متعددة موجودة الحمد لله، كتضاريس أو منشآت، مواصلات، إعاشة وفنادق، إمكانيات مالية، في دعم كبير من القيادة السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، ورغبة كبيرة لإبراز أيضا الدور الكبير حتى على مستوى المناطق. يعني ما يصير احنا عندنا منشآت كبيرة لكن مركزة في كرة قدم، خلنا نجيب ألعاب مختلفة ونراهن أيضا على وزارة الرياضة في إنجاح هذه المسابقات والأماكن. وانت تتكلم مو الآن، نتكلم عن 2030 إيش بتقدم، وبتتغير أيضا الهيكلية والشكل العام في المملكة العربية السعودية حتى على البنى التحتية راح تكون. أنا أكلمك حتى على المنطقية، يعني ممكن نشوف لعبة بعض الألعاب تروح في جنوب المملكة، بعض الألعاب في الشرق وفي الوسط، فهكذا. أنا قصدي أنها ما بتكون محصورة، وهذه نقطة مهمة أيضا عشان إيش أيضا السعودية كخطة عامة في 2030 مهتمة في السياحة، نعم، في التراث، صحيح. فنفس السياق يدخل المجال الرياضي راح يأخذ كل الأمور هذه معه، ويكون إن شاء الله البروز بشكل أكبر. وأنا أعتقد أن الملف إذا قدم في أهم مقوماته اللي هي البنية التحتية للرياضية، فأعتقد المملكة العربية السعودية بتكون يعني نسبة النجاح لها كبيرة جدا. أما في كأس آسيا 2027 إن شاء الله، يعني هذه إحنا استضفنا مباراة بطولات في كرة القدم وتجمعات كبيرة، وعندنا ملاعب كثيرة، وعندنا أيضا إن شاء الله زخم كبير من الجماهير أنهم يحضرون بإذن الله. الزميل أيضا المميز خالد العرافة التقى بالسيد خالد البسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن سعداء الحقيقة في عمان أن نستضيف هذا الاجتماع الآسيوي الهام، ونتمنى إن شاء الله أن يخرج بنتائج طيبة، وهي فرصة أيضا للالتقاء بأشقائنا في دول مجلس التعاون وأيضا في القارة الآسيوية، أصدقائنا أيضا من دول خارج المنطقة الآسيوية. وفي نهاية المطاف يعني الرياضة من أهم أهداف هي التواصل بين الشعوب وبين الشباب في مختلف الدول، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمجلس الأولمبي الآسيوي في إنهاء هذا الاجتماع كما خطط له، ونتمنى التوفيق إن شاء الله أيضا للمتنافسين على هذه الاستضافة في 2030 للبطولة الآسيوية. وعمان إن شاء الله دائما وأبدا يعني يسعدها أن تستفيد من تجارب الدول التي سبقتها في المجال الرياضي، وتجربة المملكة العربية السعودية الحقيقة في المجال الرياضي والشبابي تجربة ثرية وغنية جدا وجديرة يعني بالاحترام والتقدير. وأنا سعيد جدا اليوم أيضا باستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل كرئيس للجنة الأولمبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق لسموه، ونتمنى له إن شاء الله وكل المجموعة المتواجدة هنا كل التوفيق بإذن الله.
طيب احمد الفهد على هذه الملفات، ابدا خلني ملف 2030 دوره الالعاب الاسيويه، هذا الملف المهم والمنتظر واللي كان عليه عمل كبير، والتصويت في بعد يومين قادمه ينتظر التصويت على هذا الملف. اولا يعني بعد سنوات من من من, من السكون والركود، وما اقول بطء التحرك، عدم التحرك اصلا، ان تشوف الرغبه الكبيره وهالحركة الكثيفة والمكثفة لاستضافة المملكة العربية السعودية سواء للبطولة الآسيوية أو للأسياد للأولمبياد 2030، بالتأكيد أنه يعني يبعث على البهجة، أنه صار في تحرك، صار في رغبة، صار في فهم واضح وكبير لقيمة وماهية المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالرياضة. نعم، يعني كان من المحبط جدا أن تكون هذا البلد الكبير بتاريخه وبتراثه وبثرواته وبقدرته وبكفاءة شبابه وبتجاربه السابقة في التنظيم وبتجاربه الحالية أن يكون بعيدا عن تنظيم بطولات مثل بطولة آسيا أو أولمبياد الآسيات، خصوصا وأن هذا البلد يعني 60% منهم شباب، 60% من الشباب 100% منهم شغوفين بالرياضة ويحبون الرياضة، ما أتكلم عن كرة القدم، أتكلم عن الرياضة بشكل عام، رياضات كثيرة يعني أثبتتها المناسبات اللي نظمتها المملكة العربية السعودية مؤخرا في السنتين الأخيرات، ووجدت تفاعل وحضور من كافة شرائح المجتمع سواء السعوديين أو المقيمين على هذه الأرض. هل سنفوز أو لن نفوز؟ هذا أمر خاضع مثل ما قال حسن للعبة الاصطفاف، للعلاقات اللي بنيت على نعم. على مدى سنوات، هو في الغالب لا يفوز الأجدر حقيقة. في الغالب يعني في الغالب إنه يفوز اللي عنده علاقة جيدة مع أصحاب القرار أو الذين سيصوتون، يعني الاتحادات اللي بتصوت. فبالتالي هل سنخسر؟ ثم لو خسر يجب أن هذه الخسارة أنها بالعكس لا تحبطنا بل تزيدنا رغبة في أن احنا نواصل هالمسيرة، لأنه احنا مشروعنا مو احنا ننظم 2027 أو ننظم 2030، لا، احنا مشروعنا أن المملكة العربية السعودية تكون في خارطة تنظيم البطولات الكبرى سواء الآسيوية أو العربية أو الخليجية أو حتى العالمية. وما يعني ما أخفي، أنا ما أخفي واضح إذا قلت والله أنه ترى التصويت يذهب للأكثر قدرة على الدفع، الأكثر قدرة على إطلاق وعود وتنفيذها، الأكثر قدرة على بناء علاقات، يعني المفروض أنها بنيت خلال سنوات للأسف الشديد، وحنا نعم وحنا يعني إما أن عجزنا أن نبنيها العلاقات أو أن ما عرفنا أن نبنيها أو أن أهملنا أصلاً أساساً بناءها واعتقدنا أنها بلا قيمة تذكر. لكن اليوم في مملكة رؤية 2030 بالتأكيد أن الموضوع مختلف، بالتأكيد يعني أنه هذه الحركة بالنسبة لي أنا، هذا التحرك وعلى خطين مهمين آسيويين، بالتأكيد أنه مبعث بهجة بالنسبة لي، خسرنا وهذا أمر وارد على فكرة. نعم، فيجب أن لا يحبط لي يعني الخسارة أن السعودية تخسر أو يفوز مرشح آخر، يجب أن هذا لا يحبطنا، وأنه بالعكس يخلينا نستعد من الآن لمحاولة استضافة البطولات الأخرى. طيب، ومع تقديم ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 لابد أن تذكر أو يتذكر التاريخ الكبير للأخضر كأكبر المنتخبات بالقارة الآسيوية.
حسين، يعني مع التقرير نتذكر حقيقه ذكريات قبل شوي احنا نحكي ذكريات كثيره للمنتخب السعودي على المستوى الاسيوي، ايضا مطالبات في الشارع الرياضي على عوده المنتخب لهذه البطولات، واليوم تتزامن مع طموحات اكبر على مستوى الاستضافه. صحيح، يعني حقيقه بالنسبه للذكريات والتنظيم او الملف كيف قدم وحضور اللعيبه الذي ساهموا في الانجازات، نعم، وإحاء بأن المملكة العربية السعودية تقدم ملف هذا بهيبة كبيرة زي ما ذكر أخوي حسن في هذا الجانب، والإنجازات اللي تحققت مع هؤلاء الأبطال اللي حقيقة نجوم عمالقة على مستوى القارة، وكان بالفعل منتخب السعودي يضرب له ألف حساب. يعني أتصور المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى فيه هناك كثير من التفاؤل والروح العالية لدى المجتمع الرياضي بأن يعيد المنتخب السعودي حضوره مرة أخرى في آسيا. المنتخب السعودي يعني من ضمن أعتقد المنتخبات اللي نادر أن تلعب 6 نهائيات متتالية أو 5 نهائيات متتالية. المنتخب السعودي طرف ثابت في هذه النهائيات، هذا ما أعتقد منتخب قاري قام بنفس هذا المعدل. حقق 3 إنجازات ثم خسر 3 نهائيات، وكانت النهائي الأخير في 2007. والحقيقة اللي الحمد لله الشرف إني كنت من ضمن الوفد الإعلامي في كأس آسيا 96، وكيف يوسف الثنيان وسام الجابر النجوم الكبار اللي كانوا، وخالد مسعد النجوم الكبار، كيف كانت الروح وكيف كان الإصرار وكيف كان اللحمة اللي داخل المنتخب السعودي من تحقيق الإنجاز. وتذكر موقف، بس هذا من باب التذكير بالمشاهدين، إنه في إحدى مباريات أمام إيران أصيب حسين عبد الغني في الملعب في مفصله، فكان اللعيبة رايحين غرفة الملابس مبتهجين وفايزين، أحمد جميل حط حسين عبد الغني على ظهره ودخل بالغرفة. هذا دليل الروح العالية في المنتخب السعودي والنجوم وحجم النجوم في المنتخب السعودي. الآن إحنا في مرحلة جديدة، في مرحلة إعادة صياغة كتابة التاريخ مرة أخرى الآسي، وخصوصا إن المملكة العربية السعودية وزنها في التنظيم زي ما ذكروا الزملاء على المستوى، ليس على مستوى القارة حتى على المستوى العالمي، دائما ما تحظى المملكة بتنظيم ناجح، في ثقة في في في, في الدول، في اللجان، في الاتحادات القارية والعالمية. عندما يكون هناك استضافة في السعودية يتفاءلون بنجاح هذه البطولات. احنا نظمنا بطولة القارات، يعني افضل منتخبات العالم حضرة. لذا اتوقع ان شاء الله تعالى ان باذن الله تعالى في ظل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، وفي ظل وجود سمو الامير عبد العزيز بن تركي وهذا الحضور، احنا متفائلين جدا بالمرحلة القادمة او مستقبل الرياضة السعودية باذن الله. طبعا هنأ الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة المهندس احمد بن حسن بادريس وزارة الرياضة على تميزها في اكتمال ملف المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وعبر بادريس عن سعادته بتسليم المملكة ملف استضافة كأس آسيا 2027، مؤكدا أن تطلع المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا يأتي نتيجة لاهتمام القيادة الحكيمة أيدها الله بالقطاع الرياضي، وانعكاسا لرؤية المملكة 2030 للتميز الرياضي، وأن تكون المملكة مركزا إقليميا وعالميا للفعاليات الرياضية. من جهته أكد المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبد الله البكر أن استضافة المملكة للفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية يحقق أهدافا عدة لجودة الحياة في المملكة، من أهمها تحقيق التميز للمملكة في الرياضات العالمية. طبعا شكرا لكم ضيوف اليوم على وجودكم معي في هذه الحلقة. الله يسلمكم. شكرا على كل الآراء اللي طرحت. شكرا لكم أنتم على المتابعة. في أمان الله.